أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة رغم بدري قعد صغير واستخدامها لعكاز معدني بتتخطى خطواتها في طريق الأمل بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. مشوار طويل مشيته صديقتنا الجميلة بين الألم وما بين الأمل، قوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تحويل الإعاقة لطاقة وقدرت تتخطى كل صعب على ساق واحدة وعكاز واحد. بتعيش حياتها حياة سعيدة مليانة أمل وتفاؤل وعزيمة وإصرار على تجاوز كل صعب.